القاهرة والناس نشرة إخبارية جديدة، إليكم أبرز عناوينها. مغير الشاطر يعترف، نعم اعتصام ربعة كان مسلحا. والإخوان بين الصدمة والخيانة. التحقيق مع صباح وبالفتوح في التخابر مع حزب الله. ورغم الإصابة شيماء في المركز الرابع بالأولمبياد. وإليكم تفاصيل النشرة. اعتراف وخيانة. فقد كشف القيادي الإخواني الهارب أحمد المغير المعروف برجل خيرة الشاطر إن اعتصام ربع العدوية كان اعتصاما مسلحا، قائلا في تدوينة له عبر صفحته الرسمية على فيسبوك: كان المعتصمون يمتلكون الأسلحة النارية كلاشينكوف وطبنجات وخرطوش وقنابل يدوية ومولوتوف، مشيرا إلى أن السلاح في ربع كان كافيا لصد هجوم الداخلية، لكن قبل عملية الفض بيومين خرج 90% من السلاح بخيانة من أحد المسؤولين من إخواننا لفوق، لافتا إلى أنه سيكشف عن ذلك في أيام مقبلة. هذا وأحدثت اعترافات القيادي الإخواني أحمد المغير صدمة كبيرة داخل الجماعة الإرهابية، خاصة وأنه أحد القريبين من دوائر صنع القرار، حيث تبينت ردود الفعل سواء على مستوى شباب الجماعة الذين راحوا يطالبون بالكشف عن اسم القيادي الخائن مطالبين بالتصعيد المسلح ضد أجهزة الدولة، أو على مستوى القيادات التي فتحت تحقيقا واسعا حول هذه الاعترافات كخطوة في اتجاه التبرؤ منها ومن رجل خيرة الشاطر، وهو يضيف انشقاقا جديدا إلى الانشقاقات داخل الجماعة. على جانب آخر استشهد ضابط شرطة برتبة نقيب إثر انفجار عبوة ناسفة استهدفت مدرعة شرطية بمدخل العريش شمال سيناء، كما تم تصفية رئيس حي سنترال المسعيد على يد إرهابيين بعد إطلاق النار عليه من مجهولين كانوا يستقلون دراجة بخارية ولاذوا بالفرار. التحقيق مع صباحي وأبو الفتوح. فقد كلف النائب العام المستشار نبيل صادق نيابة أمن الدولة العليا بالتحقيق في بلاغ يتهم عبد المنعم أبو الفتوح وحمدين صباحي بالتخابر مع حزب الله اللبناني والحرس الثوري الإيراني. وقال البلاغ إن حزب الله عقد مؤتمرا تحت عنوان دعم المقاومة ورفض تصنيفها بالإرهاب، شارك فيه صباحي وأبو الفتوح رغم صدور حكم قضائي يدين الحزب بارتكاب جرائم إرهابية ضد الأمن القومي المصري. دعم. فقد أكدت الخطوط الجوية البريطانية على ضرورة العمل المشترك لدعم السياحة المصرية، وقال كريم بشارة القائم بأعمال مدير القطاع التجاري بالخطوط الجوية البريطانية في مصر: نسعى لاقتناص كل الفرص الممكنة للتعاون مع شركات السياحة في مصر، وذلك من أجل تعريفهم بالمزايا التي نقدمها بأسلوب جديد ومبتكر. ورغم إصابتها حققت شيماء هاردي لاعبة المنتخب الوطني لرفع الأثقال المركز الرابع بمجموع 278 كيلو خلال منافسات فوق 75 كيلو جرام سيدات بدورة الألعاب الأولمبية في ريو دي جانيرو البرازيلية. وكانت شيماء هاريدي قد تعرضت للإصابة بشد عضلي خلال محاولة رفع ثقل 169 كيلو جرام. إلى هنا انتهت نشرتنا، ألقاكم في نشرات أخرى بإذن الله.